ما هو تقييمك لما حدث في مطار الخرطوم أمس؟ ما حدث في مطار الخرطوم نستطيع أن نربطه بما حدث في معبر أرجينا الأسبوع الماضي، عندما أضرب الكادر الصحي اضطرت وزارة النقل والبنى التحتية أن تصدر قرار بإيقاف دخول القادمين عبر معبر أرجين. نعم. وتراجعت عن القرار بعد ساعات، ده كان يوم الجمعة الماضي. الكوادر الصحية في السودان بتمر بظروف سيئة، ما بعيد عن الأمر إضراب نواب الاختصاصيين دخل مرحلة التنفيذ. البطء في معالجة مشكلات الكوادر الصحية رغم أنهم هم خط الدفاع الأول لمثل هذه الحادثة في كورونا وفي غيرها، يعني مسألة صعبة جدا جدا. يفترض أنه كان تتم معالجة أمر الكوادر الصحية بمجرد رفع مطالب، خصوصا أنها مطالب على حد علمي في حدود المستطاع. طب لماذا يعني لا تمارس الكوادر إجراءات، أو لا تمارس عفوا الكوادر إجراءات أخرى تمنع نزول الطائرات أصلا بدل من تركها تهبط وتعرض حياة الناس للخطر وانتشار أكثر لهذه الأجاحة؟ ليس في يدهم أي سلطات للقيام بأي إجراء آخر، هم مسؤوليتهم فقط بعد هبوط الطائرة ونزول الركاب استقبال ومراجعة شهادات الكشف عن كورونا سلبية المجاين بها الركاب ليسمح لهم بالدخول. هذا ما يقومون به، لا يقومون بفحص القادمين أو كده، بيتأكدوا من موثوقية الشهادات التي يحملها الركاب. بالتالي ليس في أيديهم سوى هذا الأمر. دعينا نرسل نداء لوزارة الصحة ولرئيس الوزراء بمعالجة أمر الكوادر الصحية الذي يتفشى، ودعينا نرسل رسالة أهم إلى الإضرابات. المسألة تحت الإضرابات دي في أجواء الحريات المكفولة للسودانيين بدماء شهداء يجب أن لا تفسر تفسير خاطئ، يجب أن لا تذهب مذهب وعد الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية أشبه بعنق الزجاجة، والتحول من دولة حزب إلى دولة الوطن مسألة صعبة جدا، ودائما فترة الانتقال في كل العالم يحدث منها فيها مثل ما حدث، لكن الأهم النظرة الكلية، لأن الفترة الانتقالية بها تحديات بها صعوبات يمكن اجتيازها. لي الزراع واستخدام الإضرابات بصورة دائمة قد يؤثر على المشهد العام. وكذلك مسألة نواب الأخصائيين إلى الآن ما زالت قائمة ولم تفرض أو توضع أي حلول لمعالجة مثل هذه الأزمات. رئيس الوزراء في مؤتمر الصحفي الأخير أول أمس تحدث عن أنهم تم إجراء توفير 2500 تعاقد لنواب الاختصاصيين، وجاري الحوار معهم للقيام بترتيب كامل أمرهم. مفروض تحديدا نواب الاختصاصيين بيقوموا بعمل مرهق جدا على أكتاف بتدار المستشفيات. كلنا نعلم أنه كبار الأخصائيين لا يقوموا بالعمل، يقوموا به نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز. بالتالي الدول العالم تبحث عن كادر طبي ونحن لدينا الكادر الطبي ومتوفر لدينا ولا نستطيع الاستفادة منه، بينما الآخرين يفتحون التأشيرات للأطباء ليحضروا. السودان متوفر عنده الكادر البشري الطبي ولا يستطيع استثماره. دي مسألة مهمة جدا جدا. نعم، يعني مسألة دخول 4 طائرات دون فحص كورونا حادثة أقرب إلى أن تكون جريمة. إذا كانت كذلك أين العقاب إلى الآن؟ يعني أنا برضو ما عايز ألجأ لأسلوب التجريم في أجواء الحريات التي تمارس، قد تكون وجهات نظر الذين قاموا به. أنهم معرضين للعدوى في أي لحظة، أنهم لا يجدون الوجبة، لا يجدون كذا، خصوصا أنه بيعملوا ساعات عمل طويلة. لكن الاستجابة ما جاء الإضراب لـ4 طائرات فقط فورا، لا، تم مخاطبات قبلها وتم رفع طلبات وغيره لم يتم استجابة لها فأجبروا على هذا الأمر. لكن المسألة برضو خلينا ما عايز أقلل من الخطورة بقدر ما إنه
سلطات الطيران المدني السودانية ألزمت جميع القادمين إلى السودان وشركات الطيران بأن يكون لديهم فحص لكوفيد 19 كورونا بدونه لن يدخل السودان، فبالتالي هم يعلمون تماما أنه أي راكب سيحضر سيكون معه هذه الشهادة. أجانب مطمئن لحد ما. وكل الأجانب على غيرهم، يعني خطوط الطيران بتخطر ركابها أنه لن يتم الدخول إلا عبر حمل هذه الشهادة. بالتالي المسألة ما عندها تأثير مثل ما حدث في مارس، في 16 مارس عندما تم الفتح لطائرة وطائرتين، ما كان مطلوب ولا كان ملزمين القادمين بأنه يكون عندهم شهادات.